هلا والله فيكم. الحين نجرب لكم لعبه واحده من الالعاب المنتظره جمب فورس اللي فيها شخصيات جمب في عالم فايتنج. خلينا نبدا الحين ونشوف اللعبه. الشخصيات الموجوده الحين اقدر العب فيها جوكو، فريزا، لوفي، زورو، نايس، ناروتو وساسكي. خلينا نختار شله ون بيس اول، بعدين جوكو ضدنا، نخلي شله ناروتو. ما بقى فريزا صح؟ فريزا يلا نجوب اللعبة. أنا أختار المكان، المدينة. خلينا نجوب المدينة. اللعبة راح تكون لعبة قتالية 3 ضد 3، وتجي تبدل بالشخصية تطلعها وتكمل كومبو، أو إنك تبدل فيه ويخش يلعب زي كذا. الحين تبون اللعب، الحين تبدأ الماتش إن شاء الله. خلينا نشوف لوفي. أوكي إكسات سوي كومبو كامل زي ما شفتوا من نفسه، قاعد يسوي ضغط إكسات بس. خلينا نشوف عنده بعد. اوكي المثلث او خلينا نقول زر الواي يسوي ضربات ثانيه. البي يمسك، واقف يا ناروتو، مسكته اعطيته بوكس، اي ينقز. في داش اللي تشوفونه هذا، واكمل كومبوات. وفي اللي بعد يمين يسار زي ما تشوفون. اوكي لو ضغط اللي بعد نفس وقت مناسب يسوي لك حركه انه يبعد بحيث انه ما ينطق بالطقه. هم حاول نبدل. اوكي هذا زورو طلعته، الحين العب زورو. اي يا اخي الافكت يا ساتر، ايش سووا فيني ناروتو؟ والله رفع بزورو. اي لحظه يا شباب، ايش يبي ساسكي عاد؟ ايوه كفو يا زورو، روح يا ولد سورو عكس سفيري. طيب يا انا مشكلتي اول شيء الحين مع اللعبه هذه الافكت حقتها بالزياده لدرجه اني مو قاعد اشوف اللعب. ايش سووا فيني ذا؟ سحب فيني بالعماره العماره يا ابن حلال، اصبر علي. اوه جا فريزا، خل نجرب زورو. ايوه زورو، افلقوا كفو. حلو فقعت فريزا. اوكي الحين غير مكان، نختار ذا المكان نجرب. اوف راس براس، شيء رهيب. يلا خلينا نبدا. حلو كومبوات، صديتها. اي عكسها فيني، وين رايح يا جلوفي؟ اوكي شوف تعلق على الزر تضغط زر. شوف كاوي هامي ها، بس ما جت فلوفي. شو بعد عنده؟ جوكو، كايوكن، خلينا نسويها السوالي هذه. اي الحين بعطي كايوكن، وقف يا لوفي. كايوكن يا ولد، يعني تعلق على الزر الار 2 او الار تي وتختار الحركات اللي عندك هنا. طبعا نجمع، خلينا نجرب غير حركات زورو نشوفها. كيف بدل؟ اوكي ناروتو، خلينا نشوف حركات ناروتو الحين القاضية. عنده راسينجان، مات، فجرته. وهذا كانت تجربتنا حق لعبة جمب فورس. صراحة اللعبة حلوة، يعني رؤيتها حلوة منظرها. الجيم بلاي شكله مرة بسيط، ما هو شيء معقد. مشكلتي مع الافكتس اللي فيها كثيرة وتخليك ما تعرف قاعد يصير في اللعبة، يمكن لما تنزل يحسون أكثر.